الشخص على بر الوالدتين يأخذ الى البيت وياخذ قديمه ويذهب البيت. لكن في اخوي عبد العزيز خلينا يعني معليش المقاطعه, يعني بالتاكيد هذه نماذج موجوده, لكن في هناك نماذج ايضا ايجابيه جميله كثيره جدا موجوده, والكمال لله سبحانه وتعالى. من اجل تلبيه الصداقه. صحيح, تلبيه الصداقه كبيره جدا يا استاذ عبد المجيد واستاذ عبد الله. لابد ان نعرف معنى الصداقه الحقيقيه. الصديق الحقيقي هو الذي يصح صديق الان يسحبه عند المسجد. هل الصديق الحقيقي يصحب الصلاه؟ ما يصحبك المسجد عاد صلوا أذن ومخلقين, يعني هذه الأمور لابد أن يخلق صاحب تجاه صديق. ولهذا يقول ربي أخي لك لم تلده أمك, ولهذا صديق الحقيقي الذي يقيمك على طاعة الله ومنهجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا عبد العزيز على هذا الإجازة ما شاء الله عليك, وعلى هذه النقاط اللي ذكرتها. وفعلا يعني أنا ممكن أقول كلمة تعليقا على مشاركة أخوي عبد العزيز, أنه حاول قدر الإمكان صديقي إذا أحببت أنه علاقتكم تستمر أو علاقتك تستمر بصديقي, قدر الإمكان حاول أنك تبعدها عن الماديات. هذه نظرتي الشخصية حتى تضمن استمرارية هذه العلاقة وتكون هذه العلاقة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا أتوقع أن هذه العلاقة حتستمر بإذن الله, لأن كل شيء سيكون لله دام واتصل وما كان غير لله انقطع وانفصل. طيب نرجع لموضوع الماديات, لكن بس خلونا ننتقل لاتصال آخر. عبد الله السلام عليكم. صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور, حياكم الله. أهلا وسهلا يا مرحبا, حياك الله. تفضل. حياكم الله. موضوع الصديق أخي المبارك, بشكل عربي أن الأصدقاء يتفاوتون ويختلفون باختلاف الصديق. في مفهومك عبد الله؟ ولذلك مفهومي أن الصديق الصالح هو الذي يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الصالح كحامل المسك, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس هو الصديق. مثل الجليس الصالح والجليس هو كحامل المسك ونفس الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة, وحامل يدا ونفس الكير إما أن يحرق ثيابك وأن تجد منه ريحا ممتنة. فهذا هو عبارة الصديق الصالح الذي حتى ينيع إذا احتجته عند النوائب وجدته. ولذلك قيل إن أخاك الصدق من كان معك, ومن يضر نفسه لينفعك, ومن إذا ريب الزمان فدعت شتت نفسه ليجمع أو شتت شمله ليجمعك. هذا كما ذكرت عن علي النبي صالح رضي الله عنه. فالصديق الصالح هو إذا وجدته في أو إذا احتجته يوما من الأيام ستجده, بخلاف الرجل في السوء فإنك لا تجده إلا في مواضع الريبة والشك. ولذلك أنا أذكر لك قصة, تعطيني فرصة بس أذكر لك قصة. نعم. الشيخ عبد الله بن نعمة من هو أخي وصديقي, يعني أكثر من الداعية المعروف عبد الله بن نعمة. نعم. يذكر لي كنا عنده أنا وبعض الدعاة في جلسة في بيته, فذكر لنا أنه قبل قليل خرج من عنده شخص يقول يبكي حزنا على بعض الأصدقاء. ماذا حدث عندما تختار الصديق السوء؟ يقول الشيخ عبد الله بن نعمة قال خرج من عندي أخ قبل قليل وهو يبكي, قال كان معي صديق من أعز أصدقائي وكانت عندي رحلة إلى الرياض. فلما ذهبت إلى الرياض تأخرت في الطريق, فوصلت إلى المطار جدة وإذا بالرحلة قد ذهبت علي. ثم رجعت إلى بيتي, فلما دخلت البيت وكان عندي مفتاح البيت دخلت إلى بيتي, فإذا بي أجد صديق أو أجد زوجتي مع عز صديق لدي. فهكذا الصداقة السوء لا تأمن عليه حتى في محارمه, بخلاف الصديق الصالح فإنه يعينك بل يحافظ, بل حتى إذا احتاج أهلك شيئا من الأشياء ربما يقوم مقامه. فعلا يعني إن شاء الله هذه النماذج جدا نادرة, ولكن يعني فعلا شيء جميل جدا أن الصداقة تبنى على نقاط الله سبحانه وتعالى وعلى الشخص اللي أنت تثق في إيماني بالله سبحانه وتعالى, لأنه هذا الشخص اللي يكون صديقك ويكون قريب منك دائما أكيد أنه حيطلع على أسرارك, أكيد أنه حيكون في خاصة في العلاقات اللي يعني تكون يعني أقول لكم يعني ما فيها حوادث. بالفعل عبد الله, لذلك يقال الصداقة الحقيقية تاج على رؤوس البشر, لا يدركوا إلا سكان الجدران الخالية والقلوب الخالية. لا زال موضوعنا متواصل بالتأكيد, فتفضلوا بالبقاء. أنفاس الصباح. كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الرد في فؤادك؟ هذا حديث واشية
وجوه يومئذ خاشعة. ثم قال بعد ذلك وجوه يومئذ ناعمة، ولم يقل ووجوه، فعطف الوجوه أن المسألة تقسيم وجوه خاشعة ووجوه ناعمة. مقدار الإعجاز البياني والمسائل اللغوية التي نبحثها هي ملازمة لكل آية في القرآن الكريم. قبسة مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول المولى سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه الآية في الشكر، والشكر منزلة من منازل السائرين ومدرج من مدارج السالكين. والشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون أيضا بالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. الضمير المحجب هو القلب الذي نريد أن نقرأه بين السطور في هذه الجملة، ونحن نقرأها هو ما فيها من مؤكدات. الله تعالى هنا أقسم مرتين في قوله لئن وفي قوله لأزيدن، هذه اللام لام القسم. وكان يمكن أن يكون الكلام هكذا: إن شكرتم زدتم وانتهى الموضوع، أو إن شكرتم سأزيدكم، ولكنه لم يكن بهذا الأسلوب، بل كان بثلاثة مؤكدات: الأول اللام في لئن، والثاني اللام في لأزيدنكم، والثالث النون نون التوكيد الثقيلة في قوله لأزيدنكم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ولكن أين الثقة بالله؟ الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. فكأن الآية على هذا النحو: وعزتي وجلالي إن شكرتم وعزتي وجلالي زدتم. هكذا. ومن العجيب أن الفعل فعل الشكر جاء فعلا ماضيا، وجاء فعل الزيادة مضارعا، والفعل المضارع يدل على الاستمرار، وأما الفعل الماضي فإنه يدل على حدوث الشيء. فلو حصل منكم شكر ولو كان مرة واحدة فإن الله تعالى سيزيده، وهذا وعد من الله، ووعد الله لا يخلف أبدا، وهو سبحانه أكرم الأكرمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا شكر نعمته وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. كيف أصبحت؟ كيف أمسيت مما يغرس اللذ في فؤادي؟ هل أنت حديث واشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. ثم قال بعد ذلك وجوه يومئذ ناعمة، ولم يقل ووجوه، فعطف الوجوه لأن المسألة تقسيم وجوه خاشعة ووجوه ناعمة. مقدار الإعجاز البياني والمسائل اللغوية التي نبحثها هي ملازمة لكل آية في القرآن الكريم. قبسة مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أنفاس الصباح. تواصلوا معنا على الأرقام التالية: 0-1-2-6-4-7-7-1-1-7 أو 0-1-2-6-4-9-3-0-2-8، وعبر تطبيق الواتساب 0-5-0-0-4-2-2-1-2-1. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. حياكم الله مستمعين الكرام، نجدد ترحابنا بكم بالتأكيد في هذا المشوار الصباحي من أنفاس الصباح، وموضوعنا بالتأكيد عن الصداقة. كلام في الصداقة نطرح فيه هذه الأسئلة: من هو الصديق الحقيقي؟ وهل يوجد صديق في هذا الزمان؟ شاركنا بأرائك وأيضا يعني مواقفك وتجاربك حول هذا الموضوع، نسعد بإثرائك. واتساب البرنامج رسائلك النصية 0500 42 21 21. خلينا أجاوبك على السؤال. أول واحد أنا أجاوبك على السؤال، قلت أنت قبل شيء شو
احنا كنا بنسال من هو الصديق الحقيقي عبد الله. طيب الصديق الحقيقي في نظري انا انه هو الصديق الذي تكون معه كما يكون معك، وكذلك ايضا يعني هو الصديق الحقيقي فعلا هو الذي يقبل عذرك ويسامحك اذا اخطات ويسد مكانك في حال غيابك. يعني ممكن هذا تعريف، وفي كثير من الناس بالتاكيد عندهم يعني معايير كبيره جدا نستمع لهم. ناخذ منصور الاحمدي من المدينه. تفضل منصور. يا مساء الخير مراقب الله. صباحكم. صباحكم حياك الله اخي منصور. يمكن لو سألت أبوي وأبوك ولا جدي وجدك يمكن يعني يتفقوا ضيلك شوية في الإجابة على هذا السؤال، لكن دائما يعني أنا مرجعية شوية لثقافة الشوارع، لأنهم هم اللي الحق الحقيقي للواقع عامة الناس يعني أي أحسن. في عبارة كذا أنا قريتها على الجدار يقول لك قلبي تحت الصيانة لأبدل الوقع بالخيانة. فهو الحاصل شو تعني؟ يعني الشهر اللي مالك راتب فيه ثلاثة أيام ولا تفرق معك من 25 في الهجري ولا بالميلاد ولا حتى عن طريق الأبراج، هو مالك والصاحب مالك رصيد عنده من الإرهاصات والوفاء. ليش؟ عشان كذا أنا دائما يعني أقول الإنسان لا يعني لا يشغل باله، ياخذ ياخذ مصفى ويترك ما تكدس، وصاحب الناس ولا يصادفهم. ولا يعني انت مره كذا قطعتها مره في منصور. هي ليست نظره سوداويه وليست يعني كآبة ولا كآبه، هو يعني شعرت معاويه بين الواقعيه والسوداويه. يا سلام. يعني تتوقع انه في هذا في هذا العصر يعني فقط يعني بس الايام هذه؟ هي في هذا العصر اللي قلت لك في البدايه ما اسال ابوك ولا جدك عن الاشياء دي، لانه قمه الوعي الا تفصل بين واقع الحياه ومعطياتها ومخرجاتها وبين نظرتك للاشياء وحكمك على الناس. طيب. خذ الموجود، خذ العمله الموجوده، ايش العمله اللي قاعده تتعامل فيها؟ انت الحين تقدر تروح تشتري بعمله غير الريال وتروح المصرف وتشوف مدري ايش، صح ولا لا؟ هذه عملتك الريال، روح مصر الجنيه، خاصة انت عندك ريال تعامل بالريال يا اخي. طيب. ايش تدور مثلا شيء اقوى ولا شيء اقل؟ تعامل الموجود. احسن وجهه نظرك، شكرا جزيلا لك اخي منصور. حياكم الله يا اهلا وسهلا. ابو ياسر السلام عليكم، صباح الخير. السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. صباحك بكل نور وسرور، حياك الله، تفضل. الله يكتب أجركم معنا هذا الموضوع الشيق الحيوي حقيقة بالنسبة للصداقة. بالنسبة لي أنظر لها بمنظار أن الإنسان يعني محاسب على كل كلمة وعلى كل علاقة، فعلاقة تقربك من الله عز وجل، ولذلك أوضح عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأيضا ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، اللي هي وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أو بالله. ولذلك المحور حقيقة هو أن يكون الإنسان الصديق الصالح الذي يقربه من الخير ويدله عليه ويبتعد من الصديق السوء، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الصديق الصالح والصديق الصديق كما ذكر صلى الله عليه وسلم في مثال مثل بائع المسك وناسخ الكيل. فلذلك هذا هو المحور الذي ينبغي الانسان، لان الانسان محاسب على هذه العلاقه، ولهذا يقول الصاحب ان شاء الله سبحانه وتعالى سيحاسب الانسان على هذه الصداقه وعلى هذه العلاقه. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، هذا الصاحب السيء الذي يجره الى المعاصي والى البلاء والى يجره الى عمل السيئات وهكذا ويسهل له هذه الطريق. ولهذا انا اقول نصيحه لي ولاخواني، ينبغي الانسان يحترز من صاحب السوء وان يحرص ان يختار الصديق، وينبغي على اولياء الامور في قضيه تربية الأبناء على اختيار الصديق الصالح الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا. حياك الله أبو ياسر على الكلام الطيب هذا وعلى هذه المشاركة المركزة حول موضوعنا اليوم عن آداب الصداقة. نسعد دائما أبدا مستمعينا الكرام بالاستماع لآرائكم والاستئناس أيضا بتغريداتكم وأيضا رسائلكم عبر الواتساب. شاركونا، نسعد بتلقي اتصالاتكم وأيضا مشاركاتكم على الواتساب 0500 42 21 21، اتصال على الرقم 6477 117، الرقم الآخر 6493028، مفتاح المنطقة 012. جميل هذه الصراحة الآراء، صحيح فعلا. أبو أسامة خلينا نسمع رأي أبو أسامة. السلام عليكم، صباح الخير أبو أسامة. عليكم السلام ورحمة الله، صباحك الله بالعافية. أنا أشكركم على البرنامج الجميل وعلى الطرح الراقي والطرح المميز والطرح صراحة البسيط يعني أنا يعني منبسط جدا من البرنامج، وأقول في كلمتين. نحن الآن نعيش الواقعية، لا بد من الصديق أن يسدد خطأك
ويعينك على الصواب. بس هذا اللي بغيت اقوله. يلا يسدد خطأي ويعيني على الصواب. بس. مثل. أكثر من ذلك. كان بيعطينا أكثر من هذا لكن يعطيه العافية أخونا أبو أسامة فعلا وذكرني بموضوع مهم جدا لما قال أنه يصوّر خطأك ويسدد يسدد خطأك يسدد خطأك ويصوّر خطأك يسدد صوابك ويصوّر خطأك يعني أبو أسامة معنا يسدد خطأك يا لنا أبو أسامة أيوة يسدد الخطأ ويزيدك يعني من الصواب يعني اذا وجد صوابا ايوه يعني اعانك انك انت يعني تزيد الصواب واذا وجد منك خطا لا يصد منك جميل يعني بعض الناس اذا وجد منك خطا يصد منك زي كذا جميل ابو سام جميل ايوه فافضل الناس اذا وجد منك خطا سبب خطاك يعني السلام عليك يعطيك العافيه ابو سام شكرا جزيلا لك حبيبنا ذكرني بمقوله اخونا ابو سام او تعريفه او النقطه اللي ذكرها بالحديث الشريف المؤمن مراه اخيه يعني الانسان لما يكون يعني بالنسبه لاخوه كانه مراه يعني يوريه كل شيء بالنسبه له ولا يكتموا اذا كان هناك بعض الحاجات اللي تحتاج الى تصحيح ما تخبيه ولا تقول حتى والله يمكن تقول بعض الناس يعني والله انا لو اني كلمته على هذا الخطا يمكن حيزعل او انه حينفر مني او كذا انت من واجبك انك توضح هذا الشيء بس يعني يمكن هنا نتكلم على ناحيه هذا الشيء متفقين عليه لذلك عبد الله لكن يختلف الاسلوب بالفعل لذلك عبد الله في مقوله كذا دارت عني يقول رحم الله من بكاني ولا ضحك الناس ولا ضحك علي الناس حروف كلمه صديق قد تجسد هذه المعاني ليست مثل كل الحروف الصاد هي الصدق والدال الدم الواحد والياء اليد الواحدة والقاف القلب الواحد جميل خلنا ناخذ بعض المشاركات عبر الواتساب هذه مشاركة مهندس فيصل الأركان يقول من أداب الصداقة حسن المعاشرة تقدير والاحترام بالصدق تدوم الصداقة كما قيل سلام على الدنيا إذا لم يكن فيها إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف طيب ايضا هذه مشاركه اخونا عبد الله ابو بيلسان يقول السلام عليكم اسعد الله صباحكم من بين كل الاصدقاء هناك صديق واحد يشبه البحر تزوره كلما ضاقت او كلما ضاق بالالام صدرك ولا تغادره الا وقد زال همك فتمضي مبتسما راضيا على الرغم من انك لم تتحدث اليه ولم تبح له بشيء من كل ما يحزنك شكرا لك اخونا عبد الله على هذه المشاركه وأيضا من رسائل الواتساب أبو أصيل يقول أوصيك يا أصيل وصية راعي تمام لا تخليه احرص كل الحرص على قوته ورضاه يا أخويك الذي في وقت الشدة اللي في وقت الشدة حمال سيه والخوي لولا الشدات ما تعرف خفا طبعا هذه رسالة عامية من أبو أصيل احنا نشكره على رسالها ومسألة